في بداية الخريف. في بداية الخريف يعني في أوله، أول يومين في بداية الخريف، حبيت أصور لكم الأشجار شكلها إيه في أول الخريف وشكلها إيه بعد الخريف. يعني أنا هاخد المقطع ده وأخليه يقعد لغاية ما الخريف ينتهي وتتساقط الأوراق ونشوف الفرق بين الاتنين. ناخد منظر مكبر، آدي من أول شجرة لتاني شجرة لتالت شجرة لرابع شجرة. الخريف بيفهمنا إن في حاجات ممكن الإنسان يعتقد إن هي زايلة لكن بتتجدد. طبعا احنا بنقول دايما الخريف حتى لما بيجي بيأثر على كل الأشجار إلا شجر الكريسماس اللي هو ده. أنا مركز لكم على شجرة الكريسماس هي عشان هجيبها لكم في الخريف برضو، لكن برضو بداية الخريف بيبين لك بعض التغييرات. يعني بص على الشجرة دي كده، ابتدت تحصل اصفرار في أوراق الشجر، اصفرار دي أولهم، ابتدت الشعر ابتدى يصفر الورق. طبعا الاصفرار هيعقبه بقى يتساقط، لأن هنا هنبتدي نشوف في الأرض هنا أهو ابتدت الأوراق، في أوراق تتساقط أهي، أوراق تتساقط، لكن مش كل الشجر بنفس درجة الاصفرار. ابتدت أوراق تصفر بس مش كله. المقطع ده هنحتفظ بيه مع لغاية ما نضمه مع المقطع بتاع نهاية الخريف عشان تشوفوا الشكل العام، الفرق بين الشباب والفرق بين الشيخوخة. نكمل إن شاء الله إن كان لله عمر. دكتور وجيه رؤوف، أنا عايز أديكوا فكرة عن تطور الخريف. الخريف بيتطور، يعني بعد شهر من المرحلة الأولى اللي احنا شفناها اللي هي بداية الخريف، دلوقتي احنا ايه في منتصف الخريف، فابتدت علامات الاصفرار على الشجر ابتدت تظهر. انا بقارن لكم نفس المكان وتطوره، نفس الشارع وتطوره، نفس الأشجار وتطورها، عشان تبقوا بتتابعوا الخريف ماشي ازاي. وزي ما قلت لكم برضو في الجزء اللي سبق دوت من دقايق قبل كده، ان في اشجار لا يمكن الخريف يصيبها، اللي هي اشجار الكريسماس اللي هي دي، شايفين دي شجرة كريسماس ديت، هي هنركز عليها، دي هتقعد للاخر ما تصفرش واوراقها ما تتسقطش، لانها بتظل زي ما هي. برضو اشجار الخريف اللي هناك دي، اشجار الكريسماس اللي هناك دي، هتقعد لغايه الكريسماس، وبعد الكريسماس ورقها ما يقعش. بنتابع الالوان الجميله بتاعه الخريف، الاصفرار بيبقى شكله ازاي وتاثيره على الشجر، وهنمشي معاكم للنهايه لغايه ما تشوفوا الشكل النهائي بتاع الخريف، عشان تشوفوا تطور الطبيعه الجميله بيبقى ازاي. نكمل برضو بعد كده ونشوف الدنيا هيبقى شكلها ازاي بعد فترة تانية. مرت اسبوعين على الجزء اللي سبق ده دلوقتي اللي كنت بتكلم فيه من شوية، وابتدت التغيرات تظهر على الأشجار اللي هي موجودة. هنشوف السفرة ومقدارها، الاصفرار، درجة الاصفرار ابتدت تزيد في الشجر، ولسه اهو ابتدت لسه في كمان اشجار شويه
اهو ابتدت تصفر، بس اصفرار بسيط اهو، ابتدى يظهر الاصفرار في الوقت اللي ابتدت بعض الاشجار اهي تتساقط منها الاوراق. شوف الجزء ده اللي كان مخضر شويه في اللي قبله اهو، ابتدى الورق فيه بعضه يتساقط وبعضه لسه متواجد حسب اوامر الطبيعه. نبص لها كده اهو، ونرجع برضو ونكرر الجملة اللي بنقولها في كل جزء، ان الاشجار ديت في اكسبشنز ليها، وهي شجرة الكريسماس. شجرة الكريسماس بتبقى الوحيدة اللي قاعدة مخضرة حتى لو تساقطت جميع اوراق باقي الشجر، بتبقى شجرة الكريسماس هي اللي موجودة بأوراقها. هنتابع مع بعض لغاية ما تسقط كل الأوراق بتاعت باقي الأشجار، بتبقى شجرة الكريسماس. وأشجار الكريسماس زي الأشجار دي أشجار الكريسماس دي، الورق بتاعها ما يسقطش أبدا، عشان كده سموها شجرة الكريسماس، لأن ورقها مخلد يشبه الخلود بتاع المسيح. عشان كده الشجرة الوحيدة اللي أطلق عليها واتخذت الاحتفال بالكريسماس هي شجرة الكريسماس اللي هي دي، وأطلق عليها اسم شجرة الكريسماس. كده احنا أخدنا فيو كامل أهو، وإيه وهنمشي معاكم ونصور أي تغييرات تحصل بعد كده. نكمل طبعا، بنكمل معاكم بعد أسبوع كمان أهو. ابتدى بقى الاصفرار الكامل، ابتدى الاسمرار الكامل، ابتدت الاوراق تتساقط، حتى الشجرة اللي كانت قدامي اللي كانت مخضرة اهي الاخيرة اللي لسه كانت من دقيقة خضرة ابتدت تصفر، الورق ابتدى يسقط في الارض. خريف خريف، زي عمر الانسان، زي تقدم عمر الانسان. بنشوف الاوراق ده اهو، شايفين انا بصور لكم الاوراق اهي وبتسقط، قربت لكم شويه سقوط الاوراق، سقوط الاوراق في الارض اهو في الشوارع، ونازله اوراق نازله. طبعا دوت المنظر اللي هو بعد يعني ايه، قبل ما هتتعرى كل الاشجار، وان شاء الله بعد كده ان شاء الله هصور لكم بقى الاشجار دي وهي خاليه من كل الاوراق، ما عدا مين زي ما قلنا وبنركز كل مره، ما عدا شجره الكريسماس اهي موجودة، شجرة الكريسماس ولن تسقط منها الأوراق دي الوحيدة، وساتر من أشجار الكريسماس هناك أهو برضو ده اللي هيظل للنهاية موجود ولن تسقط أوراقه. نكمل مع بعض إلى النهاية ونكمل ونشوف. يلا مع السلامة. كمان يومين شوفوا المنظر بقى إيه، شوفوا الأوراق معظمها نزل في الأرض، وشوفوا الشجرة اللي قدامنا دي اللي كانت من يومين لونها مختلف، شوفوا بقى ايه، وشوفوا الأرضية الورق مال الأرض ازاي، كل دي أوراق نازلة من الشجر. وعلى فكرة المجلس المدينة بيعدي يوميا يلم الأوراق دي، الأوراق دي بتتلف وبتتصنع وبتتعمل تقاوي. نبص على الشجر أهو، أنا بوريكم المنظر دلوقتي عشان لسه الشجر ال 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 الورق المصفر لسه موجود شوية وبيتساقط، عشان آخر منظر هيكون
اللي هنصوره ان الشجره هتبقى بالمنظر ده في الاخر ما فيهاش، بس كلهم هيبقوا ما فيهمش، لانها واحده ابتدت ما فيهاش ولا حاجه وهكذا. وبرضه بنرجع ونأكد ان كل الاشجار هتفقد اوراقها ما عدا شجرة الكريسماس اللي هي اهي اهي، اللي هي بتظل طول الشتاء وطول العام اوراقها ما بتسقطش، وهناك في مجموعة اشجار كريسماس كتير اهي اهو شجرة الكريسماس. هنكمل لغاية ما المشهد الأخير يبقى مفيش ورقة موجودة على أي شجرة من الأشجار، عشان نشوف الخريف بيبتدي إزاي وبينتهي إزاي. نكمل. ده بقى المشهد الأخير يعتبر للخريف أهو. إحنا دلوقتي في نص شهر 11، يعني في نص شهر 11 يعني كمان لسه الخريف بقيله نص شهر، لكن نشوف المنظر كده هنلاقي كل الأشجار مفيش ورق أهو، مفيش ورق، غابة ما فيهاش اي ورق. طبعا ابتدى تساقط الثلوج زي ما انتم شايفين، بس طبعا الشارع الرئيسي عشان بتعدي عربيات تنظفه بيبقى نظيف، لان هنا اهم حاجه ان الناس ما يحصل لهاش حوادث او غيره، فبتطلع عربيات تمسح الشوارع. لكن وما زال ايه السلوك بتتساقط ايه رزاز 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 رزاز. بس الحقيقه التغييرات الجويه دي في ناس بتحبها، يعني ما بيبقاش في ملل، يعني حبه صيف حبه شتاء حبه في تلج حبه في مطر. بس بنأكد على نقطه واحده اللي احنا بنقولها دايما من اول الحوار، ان كل الاشجار بتتساقط اوراقها ما عدا شجره الكريسماس اهي، تبقى قاعده باوراقها. وطبعا اشجار الكريسماس بتبقى كتير في اوروبا عموما. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده اللي احنا اختصرنا فيه 3 شهور الخريف، اللي هو المفروض ان هما تبتدي من شهر 9 وتنتهي في شهر 11، يعني اختصرناهم لكم في فيديو واحد سريع كده عشان ايه تعرفوا التطورات الطبيعيه اللي بتحصل في الجو في الوقت ده. شكرا لكم مع خالص محبتي، دمتم في امان الله، دكتور وجيه رؤوف.